بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى الله نتوكل. وبعد، مع حضراتكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأبنة في سلسلة منهج التشريح وعلم الأبنة. جودينم الاثنى عشر، لماذا سمي اثنى عشر؟ هنعرف دلوقتي. الدودنم يا جماعة طوله 10 بوصة، 10 انش، والبوصة 2 سم ونص. لكن ليه سموه اثنى عشر؟ كان زمان ما فيش قياسات، فكان بقيسه بالبوصة، ماشي؟ فما عرفوش يقيسوه بالبوصة، فقسوه بالصوابع، حطوا الصوابع كده جنب بعضيها. ليه طوله 12 صابع، 12 صابع، ومن هنا سماه الاثنى عشر. كم جزء الدودنم؟ أربع أجزاء. فيرست بارت هو 10 إنش، 2 وزود 1. السكند 3 زود 1. ثيرد 4. يبقى أنت وصلت كام دلوقتي؟ وصلت 9. 2 3 4. الفورس بارت 1 إنش. 2 3 4 بتزود اهو. 2 3 4. خلاص خلصهم، تبقى بوصة واحدة للفورس بارت. شكله زي ما انت شايف كده، عامل حرف سي شيبد حوالين رأس البنكرياس، هيد اوف ذا بنكرياس، سي شيبد. بدأ الدودنم كامتداد فتحة البواب بتاعت السمك، بايلوروس اند. خلي بالك ان فتحة البواب بتاعت المعدة انتهت 1 انش تو ذا رايت اوف ذا ميدبلين، يبقى هو يبدا 1 انش للرايت اوف ذا ميدبلين، حيث انتهت بايلوريك بارت اوف ذا ستومك. هو بدا يمين الميدبلين، هينتهي شمال الميدبلين. بدا 1 انش يمين، هينتهي 1 انش شمال تو ذا ميديان بلين، بنوع عمل حاجه اسمها دودنو جوجينال فليكشر. نهاية الدودنم وبداية الايه؟ وبداية الجوجنم. ده كده وصف الدودنم. سيرف سناتور قال والله انا كفيرست بارت نايم على خط اسمه ترانس بايلوريك بلين. يبقى الخط العرضي اللي نايم عليه ترانس بايلوريك بلين 1 انش تو ذا رايت اهو. 1 انش تو ذا رايت اوف ذا ميديان بلين. سكند بارت احنا قلنا 3 انش، هيبدا من الترانس بايلوريك بلين لو عند الواحد حتى سب كوستال بلين لو عند اللي ثلاثه. هيبدا من الترانس بايلوريك بلين لو عند الواحد حتى سب كوستال بلين لو عند ال ثلاثه. ثم يبدا السيرد بارت. السيرد بارت بقى هو العين من اليمين الى الشمال 4 انش، بس نايم على سب كوستال بلين. علشان ينتهي 1 انش تو ذا ليفت اوف ذا ميدل بلين، يبقى الفيرست بارت بدا 1 انش على يمين الميدل بلين، الثيرد بارت انتهى 1 انش على شمال الميديان بلين. ليه يا بيه؟ بص كده، ما انت بتقول لي ان السكند بارت 2 انش، صح؟ وبدا 1 انش للميدل بلين، يبقى عند الميدل بلين 1 و2 او الحته دي ادي 1 و2 3. الفورس بارت اصلا 4 انش، يبقى 3 انش هم، ويدي هنا كده كمان واحد، هيطلع 1 انش تو ذا ليفت اوف ذا ميديان بلين. ادي الميديان بلين يا جماعه اهو، اهو ادي 1 انش، بدا 1 انش وهو 2 يبقى 3. خلاص كلام جميل جدا. الفورس بارت كام انش؟ 4 انش اهم، ادي الثلاثه بتاعتهم، ادي الثلاثه هم اهو اهو، ادي الثلاثة اهو، وادي واحدة اهي عشان ابقى 4 انش. خلاص كده من الميديان ايه؟ من الميديان بلين. كلام جميل جدا. يبقى انتهى 1 انش تو ذا ليفت اوف ذا ميديان بلين، علشان يبدا الفورس بارت طول 1 انش هيطلع ابورد، هيوصل الى مستوى الاثنين، هيوصل لمستوى الاثنين اللي هو طالع اوبليك ابورد، وصل عند مستوى اللي ايه؟ الاثنين.
يبقى ده الفيرست بارت بدا 1 انش تو ذا رايت اوف ذا ميدان بلين، خط عرضي ترانس بالوريك. السكند بارت بدا من ترانس بالوريك الى سب كوستال، من ال1 الى ال2 ال3. الثيرد بارت نايم على السب كوستال بلين اللي هو ال3، طوله 4 انش، هنتهي 1 انش على شمال ميدان بلين. الفورس بارت طوله 1 انش، هيطلع بليك ابورد هيوصل الى ال2. الفكره زي ما قلت لك، هو بدا طوله 2 انش اهو، ادي ال 2 انش، ال 2 انش اللي هو طول الفيرست بارت زائد ال 1 انش اللي هو بدا فيها على يمين ميدن بلين يبقى 3 انش. طب الفورس بارت اهي، سيرد بارت اسف 4 انش، ادي 3 ايه؟ اهو على يمين ده السيرد بارت، وواحده على شمال الميدن بلين، اجمعهم مع بعضهم 1 زائد 3 هيطلع لك 4 انش اللي هو السيرد بارت. اما الفورس بارت هتطلع لفوق كده شويه. اه ده كده عباره عن السيرفس اناتومي للدودن. ريليشنز اوف ذا دودن. بدا ريليشنز اوف فيرست بارت. قدام منه مين يا بيه؟ كوادريت لوب اوف ذا ليفر. انهي حته في ليفر؟ كوادريت الفص المربع. قدام منه الجول بلاتر. ايه اللي حصل هنا كده؟ احنا عاكسين عاملين ريفليكشن قلبين الجاكيت كده بيه. قلبين الجاكيت كده احنا عاكسينه عشان نقدر نشوف، يبقى هنا كده عاكسينه، يبقى كان تي ريليشن كوادريت لوب اوف ذا ليفر جول بلاتر فوقيه بين الليفر وبين الفيرست بارت من الدودن في فتحه كده اسمها اي بيبلويك فورامين، دي الفتحه اللي هتوصل الجريتر ساك بالليسر ساك. روح لمحاضره البيرتريوم، دي فتحه الليسر ساك اسمها اي بيبلويك فورامين فوق الفيرست بارت اوف ذا دودنم. لما تروح بقى للباوندريز بتاعت الاي بيبلويك فورامين هيقول لك من فوق الليفر على وجه تعدي بورتابتس، من تحت فيرست بارت اوف ذا دودنم. يبقى فوقيه اي بيبلويك فورامين فتحه الليسر ساك، تحتيه يا باشا هذا فيرست بارت، تحتيه الهيد اوف بانكرياس، تحتيه هيد اوف بانكرياس. ورا مين؟ ذات. ورا الفيرست بارت مين؟ ذات فين ارتري دكت. الفين بورتال فين، الارتري جسر الجودن الارتري احد برانشات الهيباتيك، احد برانشات الهيباتيك، ثم الدي كومن بايل دكت. يبقى وراه ذات بورتال فين جسر الجودن الارتري اند كومن بايل دكت. السكند بارت، ادي السكند بارت اهو، ميديال ليه هيد اوف بنكرياس، ميديال ليه هيد اوف بنكرياس. طيب ورا منه مين؟ هايلم اوف ذا كيدني. ورا منه مين يا بيه؟ هايلم اوف ذا ايه؟ اوف ذا كيدني. انهي كيدني؟ الرايت كيدني. لما تيجي للرايت كيدني اهي اهو يا باشا ده الهايلم. ايه اللي طالع من الهايلم يا باشا؟ اليوروتر اهو. يبقى ده كده اليوروتر طالع من الهايلم. ايه داخل الهايلم؟ هيباتيك ارتري. ايه طالع؟ قصدي رينال ارتري، اسف رينال ارتري. ايه طالع من الهايلم؟ رينال فين اهو يا باشا اهو. يبقى ده كده الفين اهو، وده كده الارتري داخل والفين طالع. ادي الفين، ادي الارتري، وادي اليوروتر. دول ورا مين؟ مش كل الكدني، لا يا باشا، ده السكند بارت من الدودنم، سكند بارت من الدودنم نايم فقط على الحته دي كده اهو. شاف شاف ادي السكند بارت من الدودنم نايم فقط على الحته الهايلم اللي هي فيها خروج اليوروتر، دخول الرينال ارتري وخروج الرينال فين. ده كبوستيريور ريليشن اوف ذا سكند بارت من الدودنم. انتيريور ريليشن تقصد الابر بارت او رايت لوب اوف ذا ليفر، ولا الميدل بارت ترانزفيرس كولين، ولا اللور بارت كويلز اوف سمول انتستين. يبقى الانتيريور ريليشن من فوق رايت لوب اوف ذا ليفر، الوسط ترانزفيرس كولين، من تحت كويلز اوف سمول انتستين. سيرد بارت، ادي السيرد بارت فوق هيدو بانكرياس، شكرا. قدام منه يا باشا ايه؟ ادي السوبير ميزنتريك فيزل. هذا السوبير ميزنتريك فيزل يا حبيبي ماشي جوه
روت اسمه روت اوف ميزنتري او روت اوف ميزنتري. قدام منه كويلز اوف سمول انتستن، تحت منه كويلز اوف سمول انتستن اللي هو على وجه التحديد الجيجنم، بدايه السمول انتستن اللي هو عباره عن الجيجنم. واوعى تنسى ان الجيجنم اصلا جزء من السمول انتستن. نسيت اقول لك المعلومه دي، سمول انتستن ثلاث اجزاء، ديودنم، جيجنم، إليم. اسف جت متاخره بس عدم كنت نسيه. الديودنم جزء من السمول انتستن، باكد على المعلومه ثاني اهو، سمول انتست عباره عن ديودنم، جيجنم اند إليم. كلمه الجيجنم هي الفقراتنا. ده كده انتيرو ليش اللي سوبر ميزنتريك فيزل ماشي جوه روت اوف ميزنتري، احد اجزاء البروتونيوم، ثم كويلز اوف سمول انتستن. بصيروا ليش ورا منه يا باشا ثلاثة أساسيين ماشيين قدام منهم ثلاثة أهم. واحد رايت سوس ميجور ماسل ماشي قدام منه رايت روتر، دول مع بعضهم رايت سوس ميجور ماشي قدام منه رايت يوروتر، ثم الانفير فينا كافا ماشي قدام منه رايت جونادل فيزل، ثم الأبدومينال أورطة ماشي قدام منه انفيدور ميزنتريك ارتري. يبقى ثلاثة ماشي قدام منهم ثلاثة. رايت سوس ميجور ماسل. اهو رايت سوس ميجور ماسل ماشي قدام منه رايت روتر. انفير فينا كافا اهي ماشي قدام منه رايت جونيت الفيزل. ابدومينال اورطا ماشي رايت انفيرور ميزنتريك ارتري. يبقى خلي بالك من القضيه دي هنا كده، يبقى ماشي ورا الثيرد بارت ثلاث حاجات اساسيه اللي هي راس سوس ميجور، الفير فينا كافا، ابدومينال اورطا. قدام السوس ميجور رايت يورتر، قدام الفير فينا كافا رايت جولاد الفيزيك، قدام الابدومينال اورطا انفير ميزنتريك ارت. يبقى الانتيروليشن اي نعم هم ست حاجات لكن ثلاثه اساسيين يا باشا اللي هي رايت سوس ميجور، الفير فينا كافا، ابدومينال اورطا، دول اساس. قدام السوس ميجور نعمل يورتر، قدام الفير فينا كافا رايت الجونات الفيزل، قدام الابدومينال اورطا نعمل فير ميزنتريك ارتي. يعني ممكن اعكسها لك اقول لك بوستيريو ليشن ليه رايت سوس ميجور مفصول عنه باليورتر، وراء الفير فينا كافا مفصول عنه بالجونات، وراء ابدومينال اورطا مفصول عنه بالفير ميزنتريك فيزل. يعني الترتيب كان ماشي كالاتي، يعني اي نعم وراء راس سوس ميجور لكن بينه وبين السوس ميجور اليورتر، بينه وبين الفير فينا كافا الجونات الفيزل، بينه وبين الاورطا الفير ميزنتريك ارتري. ريليشن للفورس بارت من الدودرم اربع حاجات بالترتيب: رايت سمباثيتك تشين، انفير ميزنتريك فين، ليفت جونات الفيزل، ليفت سوس ميجور مصل. خلي بالك هناك كان رايت سوس ميجور لثلاثه، رايت جونادل لثلاثه، والارتري بدل الفين، الارتري بدل الفين كبصير ريليشن للسير. تعالى كده بصير ريليشن للفورس اربع حاجات: واحد ليفت سمباثيتك تشين، انفيرو ميزنتريك فيزل، ليفت جونادل فيزل، ليفت سوس ميجور مصل. ماشي قدام منه يا باشا الترانسفيرس كولين وترانسفيرس ميزو كولين وكويلز اوف ذا جوجينم. كويل اوف ذا ايه؟ اوف ذا جوجينم، اهي كويلز من الجوجينم ماشي قدام الفورس بارت اوف ذا دودنم. هنا الدودنم هينتهي عند حته هنا كده اسمها دودنوجيجنال فليكشر. هذا الدودنوجيجنال فليكشر يعني نهايه الدودنم وبدايه الجيجنم. ظهر هنا سسبنسوري ليجمنت اكتشفه عالم اسمه تريدز سسبنسوري وسماه باسمه سسبنسوري معلق، الرباط المعلق بتاع تريدز. قال هذا الليجمنت بدا منين؟ بدا من الرايت كراس اوف ذا دايفرام حتى الدودنو جوجنال فليكشر، بدأ من الرايت كراس اوف ذا فرام حتى الدودنو جوجنال فليكشر. ايه لازمته؟
لازمته بيشد الديدروجيج ريفلكشن لفوق كده، شغال اكت از سفنكتر، ده بيقفل بين الدودنم وبين الجوجنم هذا السسبنسري ليجمنت اوف تريتس اللي هو بين الرايت كراس وبين دودروجيجنال فليكشر. الحقيقه يعني السلايد دي عجبني فيها حاجه، وهي فتحات الضيافرام في فتحات كبيره منها ماينور ومنها ميجور. انا بس هلفت نظرك للميجور اوبننجز اوف ذا دافرام اسمهم فويس اوف امريكا، فويس اوف امريكا، صوت امريكا. الفي يعني فين؟ انفيرو فينا كافا. الاو الاسوفاجس، الايه الاورطة. قال الثلاث فتحات اللي هم فاتحين فين؟ في الميجور اوبننج اوف ذا دايفرام. لمزيد من المعرفه روح الى محاضره الدايفرام، اسمع القصه دي علشان تعرف صوت امريكا. الفتحات الفاتحه في الدودنم، تعال بقى هنا كده، ودي مهمه جدا، واوعى تنسى في علم الاجنه في السبيشال بيرولوجي ان اساس الليفر، اساس الجول بلادر، اساس البنكرياس اصل منشاهم من الدودنم. اذا لو ان الدودنم ده مش موجود، لو مش موجود دودنم خالص، يبقى نو ليفر نو جول بلادر نو بنكرياس. اصل منشا الليفر والجول بلادر والبنكرياس من الدودنم. لذلك لما تيجي للاناتومي هتلاقي ان الجول بلادر والليفر والبنكرياس للثلاثه دول بيصبهم فين؟ في الدودنم، لان اصل منشاهم في الامبريولوجي من الايه؟ من الدودنم. ده المين بنكرياتك داكت اكتشفها واحد اسمه ويرسونج وسماها باسمه داكت اوف ويرسونج. المين بنكرياتك داكت اوف ذا بنكرياس هتتحد مع الكومن بايل داكت، هتتحد مع الكومن بايل داكت، هتعمل داكت جديده اسمها هيباتو بنكرياتك داكت. هيباتو بنكرياتك داكت هتفتح في الميجور دودنال بابيلا، في الميجور دودنال بابيلا اللي بتفتح في السكند بارت من الدودنال. هذه البابيلا عامله حته عاليه كده، اكتشف عالم اسمه فاتر وسماها باسمه امبولا اوف فاتر. ليه يومين بقى ومشي فاتر، قام فجاه جا واحد اسمه اودي قال يا جماعه ده الميجور دودنال بابيلا دي محاطه بسيركولار سفينكتر وسماها باسمه سفينكتر اوف اودي. سفينكتر اوف اودي، يبقى المين بنكرياتك داكت اللي اسمها وير سونج داكت هتتحد مع الكومن بايل داكت، هتعمل هيباتو بنكرياتك داكت، هتوسع في الميجور ديودنال بابيلا في حته اسمها امبولا اوف فاتر، هنعمل سفينكتر اسمه سفينكتر اوف اودي. اما الاكسسوري بنكرياتك داكت اكتشف واحد اسمه سانتوروني، واحد اسمه سانتوريني. سانتوريني ده قال ايه؟ قال يا جماعه سانتوريني ده قال ان الاكسس بنكرياتك داكت دي هتفتح في الماينور دودنال بابيلا حوالي 1 انش فوق الميجور، يبقى الصغير فوق والكبير تحت. البلاد سبلاي، شوف هنا كده في حته كده في البلاد سبلاي لا علاقه بالامبريولوجي هقول لكم عليها، بس الاول نقوله. الاول مين بيغذيه؟ برانشات الهيباتيك ارتري فوق معايا. الهيباتيك ارتري تمام؟ وبرانشات السوبر ميزنتريك ارتري. يا جماعه احنا عارفين الجت ثلاث قطع، فور جت، ميد جت، هند جت. الفور جت البلاد سبلاي بتاعها سيلياك ترنك، الميد جت البلاد سبلاي بتاعها سوبر ميزنتريك ارتري. الدودنم في الامبريولوجي جاي من الاثنين، جاي من الفور جت وجاي من الميد جت. لذلك حته منه هتاخد من الدم بتاع الفور جت، وحته منه هتاخد من البلاد بتاع الميد جت. تعالى البلد بتاع الفور جات هو عباره عن سيلك ترنك اهو، هياخد رقم واحد من الهيباتيك ارتري اللي هو جاي من السيلك ترنك سوبرا دودنال ارتري، واحد اثنين رايت جاسترو ايبيبلويك ارتري ورايت جاسترك كمان، رايت جاسترك ورايت جاسترو ايبيبلويك. ماشي، رايت جاسترو ايبيبلويك جاي منين؟ ده جاي من الجاسترو دودنال اللي هو جاي من الهيباتيك. يبقى الجاسترو دودنال ارتري
اللي هو جاي من الهيباتيك، هدي لك ايه؟ هدي لك فرعين، رايت جاستروي بيبلويك وسوبيريور بانكرياتيكو دودن ارتري. تاني يبقى الجاسترو دودن اللي هو جاي من الهيباتيك هيتقسم لفرعين، رايت جاسترو بيبلويك وسوبير بانكرياتيكو دودن. خلاص كده؟ امال الانفير بانكرياتيكو دودن جاي منين؟ جاي من السوبير ميزنتريك ارتري، سوبير ميزنتريك ارتري هو بتاع الميد جاب اللي هو يدي الجيشنم ويدي الاليوم ويدي الاسندو كولن، مش وقته دلوقتي. لذلك بيدو جيجنال ارتري جاي من السوبير ميزنتريك ارتري. خلاص؟ يبقى اذا الدم بتاعه بيفسر علم الاجنه، حته منها جايه بتاخد من الهيباتيك ارتري اللي هو من الفور جاب، والجزء السفلي بياخد من السوبير ميزنتريك بتاعه الميد جاب. في الاخر نجمعهم سوبر دودنال بالهيباتيك، ثم راد جاسترو بلويك من الجاسترو دودنال من الهيباتيك، سوبير بانكرياتيكو دودنال من الجاسترو دودنال من الهيباتيك، انفير بانكرياتيكو دودنال اللي هو عمل سموز مع السوبيريور من السوبير ميزنتريك ارتري، جوجينال من السوبيريور ميزنتريك ارتري. في هنا مشكله بقى، كتير مننا من الناس بيجي له مغص في بطنه وبياخد مسكنات وبعدي ويرجع المغص ومسكنات وعدي لغايه لما تحصل مشكله، تبدا الناس تفتح البطن تعمل استكشاف تشوف ايه المشكله دي. المشكله يا جماعه ان الفورس بارت من الدودنم بالرغم ان هو بوصه 2 سم ونص الا مشاكله كتيره جدا، مشاكله كتيره جدا. حوالين منه بريتونيال فولد، بريتونيال فولد، الفولد دي ورا منها فراغات، ورا الفولد دي فراغات اسمها ريسيس، اسمها ريسيس لكل الناس، اسمها ريسيس فراغات. ايه اللي بيحصل بقى؟ احيانا تيجي السمول انتستن خلاص اتغلس عليك، تقوم تعمل ايه؟ تحت من السمول انتستن تخش جوه الفراغ ده كده. لما تخش ده مش النورمال، ده مش النورمال بتاعها، دخلت في مكان غير مكانها، مش النورمال بتاعها، اسمها انترنال هيرنيا. الفتاق يا جماعه نوعين، اكسترنال مثلا زي الفتق الايروبي زي الفتق السري ده بره، لكن في فتق بقى جوه جوه ان يعني السمول انتستن تخش التجويف ده مش بتاعها، مش نورمال. النورمال تبقى ما حدش يدخل فيه فاضي، لكن تيجي السمول انتستن تروح داخله جواه، تروح داخله جواه تعمل ايه؟ هيرنيا وتطلع. ده شكرا ليكي، عملت مغص وتحسنت. الأسوأ بقى ان السمول انتستن يخش جوه الفراغ ده كده، يجي يطلع ما عرفش يطلع، يجي يطلع ما عرفش يطلع، يوم يتحشر جواه تحصل له حاله سترانجوليشن، يتخنق. لما يتخنق يا باشا تحصل غرغرينه واعمل انسداد معوي ودخلنا في قضيه. لذلك دايما بنقول لكم نصيحه، جالك واحد بمغص معوي حذاري، تدي مسكنات، ادي انتي سبازموتيك ضد التقلصات. ليه؟ ممكن زي ما نعرف دلوقتي تبقى زايده، ممكن تبقى مراره، تبقى بنكرياس، او ايه؟ او الهرنيا اللي هنا كده. عندك كام ريسيس يا باشا؟ عندك من الريسيسات دي اربع ريسيس، واحد سوبيريور ديودنال ريسيس موجود ورا فولد باسمه، اسمه سوبيريور ديودنال فولد، يبقى هذا الفراغ موجود ورا فولد باسمه سوبيريور ديودنال فولد. هذا الريسيس زي ما انت شايف فتح داون وورد اهو، شفت الفتحه بتاعته داون وورد. انفيريور ديودنال ريسيس ورا فولد باسم نفسه انفيريور ديودنال فولد، فاتح فين؟ فوق. يبقى اللي فوق فتح لتحت واللي تحت فتح لفوق. ثم ظهر ريسيس ثاني اسمه بارا ديودنال ريسيس ورا فولد باسمه بارا ديودنال فولد، فتح فين؟ ناحيه اليمين اهو، شوف السحب فتح ناحيه اليمين. ثم ظهر ريسيس رقم اربعه ريترو ديودنال ريسيس، ريترو يعني خلف ديودنال ورا السيرد والفورس بارت، اخر السيرد وبدايه الفورس بارت، فتح فين؟ زي ما انت شايف هنا كده داون وورد اند ليفت، داون وورد اند ليفت. يبقى كل واحد ورا فولد باسمه، السوبيريور فتح داون وورد، الانفيريور فتح اب وورد، البارا دودنال فتح ناحيه اليمين، الريترو دودنال فتح ناحيه الشمال،
بس داون وورد، بس داون وورد. دوت اناليسيس قال ايه؟ ده سمول بوكتس او فسع تجاويف في البروتونيه الكافيتي which are bounded by folds of the peritoneum. موجوده فولد اوف ذا peritoneum. احيانا كويلز اوف سمول انتستن انتر بتخش ريسيس دي، وهنا في الحاله دي اسمها انترنال هيرنيا، الفتق الداخلي. المصيبه ان هي ما تقدرش تطلع فيحصل فيها سترانجوليشن، تتخنق. ماشي، هي ريليتد للفورس بارت من الدودنال. المثال عليهم سوبر دودنال ريسيس ورا سوبر دودنال فولد فاتح داون وورد زي ما قلنا. انفير دودنال ريسيس ورا انفير دودنال فولد فاتح ابورد. بارا دودنال ريسيس ورا بارا دودنال فولد فاتح اتجاه يمين. ريترو دودنال ريسيس ورا السيرد والفورس بارت فاتح داون وورد اند تو ذا ليفت. هنا حصل قرحه في المعده او مشكله، فبنعمل اشعه بالصبغه باريوم ميل، شفنا فيها الاستومك، ادي الليسر كرفتشر، ادي الجريتر كرفتشر، ادي البادي، ثم دخلنا على ادي البيلوريك انترم، ادي البيلوريك كانال. بيلوريك كانال، شو الحته دي كده، الحته العاليه دي اسمها دودينال كاب. دودينال كاب، مين اللي عمل الكاب ده؟ فيرست بارت من الدودينال. يبقى اللي عمل الكاب الفيرست بارت من الدودينال، ثم ادي السكند بارت وادي الثيرد بارت وادي الفورس بارت من الايه؟ من الدودنال. اللي انا عاوز اكد عليه ان مين اللي عمل الدودنال كاب؟ الفيرست بارت اوف ذا دودنال. مين عمل الدودنال كاب؟ الفيرست بارت اوف ذا ايه؟ اوف ذا دودنال. واخيرا اشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وحسن استماعكم. كان معكم الاستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأجنة. وأخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.